السلام عليكم، معكم سوسية هيام انفلونسرز في مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم في اكادير. صراحة الماتش في الاول كان واحد شويه ديال ستريس، حيت حنا كنعرفوا بان باش انك تلعب في افريقيا ماشي انك تلعب، يعني اللهم لعبوا مع 100 برازيل و100 فرنسا و100 ارجنتين وما لعبوش مع الدول الافريقيه، لان تبارك الله اول حاجه عندهم في بلادهم الرطوبه، ثاني حاجه الجو صاد، يعني اليوم اللعابه ديالنا تبارك الله عليهم لعبوا في 31 في درجه الحراره، فشي حاجه اللي ماشي سهله باش انهم يلعبوا 90 دقيقه كامله زائد الوقت بدل الضائع. والحمد لله حنا كان عندنا واحد التخوف، لانه عندك المغرب حسينا به بانه لعب ضد مصر والجزائر وتونس وبزاف ديال الدول اللي كلشي حاط عليه العين، وهذا الشيء كامل داروا لنا كاس العالم فاش تاهلنا ربع النهائي. فالحمد لله ربي ما خيبناش، 3-0 ماشي سهله ابدا باش يديروها 3-0 وفي هذاك الجو ومع افريقيا. راه تنقول لكم الفرقه الضعيفه فيهم راه يقدروا على الاقل يجيبوا معاها التعادل، ولا كما كتسمعوا الناس فرحانين والاجواء جد رائعه هنا في مدينه اكادير بالضبط. الناس فرحانين مع عائلاتهم مع وليداتهم مع، والحمد لله لا يحاشم ان شاء الله، علاش لا، حنا نديو كاس افريقيا نتفائلوا خير، حنا دايرين الثقه في الكامله في الركراكي، ان شاء الله يكون خير، وعلاش لا النصيب ديال كاس افريقيا هذا العام هذا يكون من نصيب المغرب، والله ينصر سيدنا. عاش الملك، الصحراء المغربيه احب من احب وكاره من كاره، وعاش الامازيغ. اسكو سامباركي، اسكو سامينو، تنميرت نمباري حران، شكرا.